البنات جايبه لكم واحد الموقع اقسم بالله العلي العظيم غير اللي ما بغاتش تخدم وصافي. هاد الايام وليت كنشوف بزاف ديال الفيديوهات بحال اللي غادي نوريكم دابا، واللي كيبينوا فيها على طريقه جديده ديال النصب اللي ولات منتشره بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اللي غالبا كيستهدفوا بها النساء. شاهدوا هاد الفيديوهات ومن بعد غادي نشرح لكم كيفاش كتتم عمليه النصب. وقبل ما نبدا اشترك في هاد القناه ودير جيم لهذا الفيديو باش تساعد ان هاد الفيديو يوصل لاكبر عدد ديال الناس. نبداو على بركه الله. البنات جايبه لكم واحد الموقع اقسم بالله العلي العظيم غير اللي ما بغاتش تخدم وصافي. شوفوا هذا الموقع كتدخلوا الدولار، عتقولي لي كيفاش كيعطيوك فيديوهات ديال الناس كتشوفيهم وهما كيخلصوا، بحال مثلا فيديو قصير كيخلصوا في ديك 60 سنتيم، دولار، 2 دولار، 3 دولار. الا بغيتي تشاهدي فيديوهات كبار في 3 سوايع 4 سوايع خدمي بالليل ونعسي ضربك الفيقه ولي خدمي واحد اخر. انا البارح تخلصت على فيديو 123 دولار اقسم بالله العلي العظيم، يعني ساهله ماهله. دخلي تفرجي في الفيديوهات كاع بغيتي ما تفرجيش ما تفرجيش، خدمي الفيديو سيري قدي شغالاتك ولا شوفي شنو ديري ولا نقصي منه، راكي كتفرجي ولا راكي كتلعبي مع وليداتك، وملي كتسالي كيقولوا لك بركي باش تخلصي الفلوس ديالك كيدوزو باش تخلصي، خاصك توصلي ل 200 دولار الفوق باش تقدري تخلص تجي الفلوس ديالك ويسترن يونيون او لا. هانتوما البنات فاش كتدخلوا داك اللين كيعطيكم بحال هاد الشكل، كتمشيو هنا لتحت، كتمشيو هنا كتبركو على هنايا على هاد اغاب باش كتحولوا للعربيه، يعني بحال كيعطيكم تقراو كيعطيكم دوك المعلومات. هادو هما الفيديوهات البنات، شتي هذا ب 2 دولار، هذا ب 0.66، هما كيتبدلوا يعني كتختاري نتيا على حسب الفيديو اللي بغيتي تفرجي فيه، وانت كتبقاي غادا وكتفرجي كتجمعي الدولار. ها هما كيعطيوك هنا المعلومات، انا الصراحه راه ما قريتش مزيان هادشي. المهم هنايا عندك منطقة المستخدم، كتدخلي انت دابا فاش غتدخلي مازال دابا ما تسجلتي حتى مع شي واحد، كتدخلي لهاد منطقة المستخدم. انا هنايا عندي سميتو عندي مسجله، انت فاش كتدخلي كتعطيك يا اما فيسبوك يا اما جوجل، يا اما انا دخلت بجوجل كديري جوجل وكديري واحد جيمايل من هذوك اللي عندك اللي بالرقم صافي. ديك الساعه كتبركي على شاهد مقاطع فيديوهات مدفوعه الاجر صافي، هنا كيعطيوك الفيديوهات بحال قبيله وتفرجي. ها انت صافي دخلتي، يعني ها انت صافي راكي اندمجتي في هاد الاخر، ولكن داك الرابط اللي صيفطلك ما تفرطيش فيه، هذاك هو باش غتبقاي تدخلي لداك لهاد لابليكاسيون. ما عندهاش شي ابليكاسيون ولا شي لعيبه باش تدخلي لها من غير الرابط. كيف ما شفتوا في الفيديو الاول، السيده كتقول انه الا تفرجتي في فيديو قصير كيخلصوك فيه من نص دولار حتى لثلاثة ديال الدولار، ولا تفرجتي في الفيديوهات الطوال اللي فوق الساعه كيوصل الثمن حتى ل 100 دولار للفوق. وهاد الأثمنة هي أثمنة خيالية، ومن المستحيل شي واحد في العالم يخلصك بهذا الثمن فقط باش تفرج في فيديو مدة ديالو ساعة أو نص ساعة. وكما كيقولوا الفلوس ما كتجيش وهي كطيح من السما، لابد تخص فيها الخدمة وخدمة صعيبة باش تصورها. وغير باش تزيد تفهم أكثر، أغلب المشاهدات اللي كتجي من الدول العربية ثمنها طايح بزاف، كتلقى 1000 مشاهدة عربية في اليوتيوب ما كتفوتش ثمنها الدولار الواحد، وحتى المشاهدات من الدول الخليج اللي طالع ثمنهم كتلقى الثمن كيوصل لواحد الدولار ونص، ولا وصل بزاف كيوصل جوج دولار. بحال هاد المواقع الهدف منهم هو يجيبوا اكبر عدد ديال المشاهدات للفيديوهات اللي كيحطوا في الموقع ديالهم، حيت صحاب هاد المواقع هما اللي كيتخلصوا في هاد المشاهدات، حيت هاد النصابه كيبيعوا المشاهدات في يوتيوب. حيت في السنوات الأخيرة اليوتيوب ولات كتفرض على الناس إلا بغاو يتسجلو في الأدسنس أنهم يجمعو 4000 ساعة ديال المشاهدات و 1000 مشترك. فالناس شنو ولاو كيديرو؟ ولاو كيشريو السوايع والاشتراكات، هادشي اللي خلق واحد السوق سوداء اللي كتباع وكتشرى فيها السوايع. وحاليا على ما كنعرف وعلى ما سمعت 1000 ساعة ديال المشاهدات كتباع ب 200 درهم أو ما يعادل 20 دولار. فهاد الناس اللي كيبيعوا السوايع شنو ولاو كيديروا؟
كاين فيهم اللي بداو كيخدموا شي برامج متطوره باش يخدعوا اليوتيوب ويجمعوا السوايع، وكاين فيهم اللي بداو كينصبوا على الناس بمواقع بحال هادو، كيقول لك اجي تفرج في الفيديوهات ونخلصوك. واغلب هاد المواقع كيقولوا للناس انه غادي يخلصوهم من بعد ما يجمعوا 200 دولار او 300 او 400 ديال الدولار، وحتى الا جمعتي هاد الفلوس كيقول لك وتسنى واحد الشهر ولا شهرين عاد نصيفطوا لك الفلوس، ومن بعد ما كدوز داك الشهر ولا شهرين كيقول لك وراه كاين شي خطأ في المعلومات اللي عطيتيهم، عاود دخل المعلومات وتسنى حتى نجاوبك، وراهما ما عمرهم يصيفطوا لك شي فلوس. اما الطريقه باش كينتشروا هاد المواقع ديال النصب وكيجمعوا واحد العدد كبير ديال الناس، كيخدموا واحد الطريقه كتسمى بالتسويق الهرمي او بالانجليزيه ما يسمى ب بيراميد سكيم، وهذه هي الطريقه اللي كيخدموا بها اغلب هاد المواقع. اي انهم كيقولوا للناس اللي مسجلين عندهم الا جابوا لهم شي كليان جديد حتى هو تسجل غادي يخلصوهم عليهم حتى هما، وبهذه الطريقه كينتشر بحال هاد المواقع. داكشي علاش المواقع ديال النصب بحال هادو كتلقاهم كينتشروا بزاف في المواقع ديال التواصل الاجتماعي بحال الواتساب بحال الفيسبوك، حيت الناس اللي ما عارفينش شنو كيديروا كيشدوا داك اللينك اللي كيعطيوهم وكيصيفطوهم للناس جميعا اللي عندهم في الليسته ديال الاصدقاء ديالهم، كيقول لهم اجيو حتى نتوما تسجلوا. داكشي علاش شي كينصب علاش. نتمنى يكون هذا الفيديو فادكم وحده براسكم، راه كثروا النصابه بزاف في هذه الايام، وما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه. البنات جايب لكم واحد الموقع اقسم بالله العلي العظيم غير اللي ما بغاتش تخدم وصافي. شوفوا هذا الموقع كتدخلوا الدولار، عاد تقول لي كيفاش كيعطيوك فيديوهات ديال الناس كتشوفيهم وهما كيخلصوا، بحال مثلا فيديو قصير كيخلصوا في ديك 60 سنتيم، دولار، 2 دولار، 3 دولار. الا بغيتي تشاهدي فيديوهات كبار في 3 سوايع 4 سوايع خدمي بالليل ونعسي، ضربك الفيقه ولي خدمي واحد اخر. انا البارح تخلصت على فيديو 123 دولار اقسم بالله العلي العظيم، يعني ساهله مهله. دخلي تفرجي في فيديوهات كاع كاع بغيتي ما تفرجيش ما تفرجيش، خدمي الفيديو سيري قدي شغالاتك ولا شوفي شنو ديري ولا نقصي منه، ولا كتفرجي ولا راكي كتلعب مع وليداتك، وملي كتسالي كيقولوا لك بركي باش تخلصي الفلوس ديالك كيدوزو باش تخلصي، خاصك توصلي ل 200 دولار الفوق باش تقدري تخلصي الفلوس ديالك. مستر نيون اولا